السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. اليوم 1 شوال، عيد الفطر المبارك 1441، فنمتاز هذه الفرصة ونسأل موضوع قد يشغل بال الكثيرون، اللي هو القضاء والقدر. فبعد إذنك، يعني إيه، ادينا خواطر عن موضوع القضاء والقدر. اتفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. فالقدر هو أحد نوعي القضاء. فالقضاء نوعان: في قضاء غير مبرم وقضاء مبرم. فالقضاء غير المبرم هو القضاء الذي لم ينتهي الأمر منه، الذي يصادمه الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: الصلاة والسلام، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالقضاء المعني بهذا الحديث هو القضاء غير المبرم، اللي مسألته لم تنتهي بعد، اللي مسجل في اللوح المحفوظ، لكن إذا ارتفع وسجل في أم الكتاب أصبح قضاء مبرما، يعني لا بد أن يحدث، فأصبح القدر. فالقدر هو القضاء المبرم الذي سجله الله عز وجل في أم الكتاب، لكن كل الذي لم يسجل في أم الكتاب ممكن تغييره. قال الله عز وجل: اللهم صل على يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي يمحو ويثبت طالما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، لكن إذا تم تصعيده إلى أم الكتاب فلا يدخله تغيير ولا تبديل أبدا، وأصبح قضاء مبرما يسمى القدر. قدر الله أن يكون، فهو كائن لا محالة. إذا القدر هو أحد نوعي القضاء. القضاء إما غير مبرم وإما مبرم. الغير مبرم ده يرده الدعاء، لكن القضاء الغير مبرم حتى ممكن ما يتردش بالكلية، ربنا جل جلاله يخففه. لذلك كان من أدب أهل العلم في الدعاء أن يقولوا: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. فاللطف تخفيف، والتخفيف قد يكون بدرجة كبيرة جدا، لدرجة إن المصيبة تصغر 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 حتى تكاد تتلاشى فضلا من الله جل وعلا ومنا. ده في القضاء ايه؟ غير المبرم. اما القضاء المبرم فهو الذي قدر الله ان يكون ولا سبيل الى تعديله او تغييره. يبقى ده قضاء مبرم، يبقى ده يعادل ويساوي القدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. فلربنا قدره جل جلاله يكون في أقل من لمح البصر، لا إله إلا الله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقدر ده اللي أهل العلم قالوا هو الإرادة الكونية، اللي المولى جل جلاله أراد أن يكون في كون الله. إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد للإرادة الكونية شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد قال كن فيكون ما أراده جل جلاله. دي الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية. لكن في إرادة شرعية اللي هي مرتبطة بما يحبه الله ويرضاه. الإرادة الشرعية: أراد الله من الناس أن يصلوا، وأراد أن يصوموا، وأن يحجوا بيت الله الحرام، وأراد أن يمتنعوا عن الكذب والزور والبهتان والسرقة والزنا وأكل مال اليتيم، كل المنهيات. فإرادة الله الشرعية مرتبطة بالأوامر والنواهي، مرتبطة بطاعة الأوامر والإتيان بها وترك النواهي والابتعاد عنها. فإذا أتى بالمأمورات وترك المحظورات فقد وافق الإرادة الشرعية. لذلك قال العلماء: السعيد من توافق